كوريا الجنوبية تستثني قادة أعمالها المدانين بالفساد من القانون، اعتبارا أن الاقتصاد يعد القضية الأهم والأكثر إلحاحا في الوقت الحالي. عفو رئاسي عن وريث مجموعة سامسونج ورئيسها الفعلي لي جاي يونغ في فترة تعرف فيها كوريا الجنوبية أزمة اقتصادية وتدهور ديناميكية وحيوية الاقتصاد الوطني. لي الذي تبلغ ثروته ما يقارب 8 مليارات دولار بحسب مجلة فوربس بعد قضائه 18 شهرا في السجن، لي يعود إلى منصبه بشكل كامل. وريث مجموعة سامسونج يؤكد أنه يهدف إلى المساهمة في الاقتصاد عبر مواصلة الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب. أستاذ العلوم الكورية في جامعة أوسلو فلاديمير تيخونوف يعلق بأن كل ما تقوم به الدولة من قرارات العفو هو منح كبار رجال الأعمال الشعور بأنهم غير مقيدين بأي قواعد قانونية.